يخرب سمر عينه واحمر شفايفه أغنية سمار عينه لنور الشناوي أنه يحقق من وقت طرحه قبل شهرين لحد اليوم أكثر من 3 مليون فيوز على اليوتيوب. والأغنية دي هي من أول ألبوماته الفنية برا الصندوق اللي نزلت قريب، وكتار كمان قالوا أنه ما بعدش فيها عن روح عبد الحليم حافظ خال والدته، وصبحي كان قبله واتكلم معاه عن الألبوم. أول شيء مبروك على برا الصندوق. الله يبارك فيك ربنا يخليك. يعني بدي أعرف ليش برا الصندوق؟ هو الفكرة أن أنا كنت عايز أعمل ألبوم وعايزه يبقى مختلف جدا، والأغاني حتى اللي فيه كلها مختلفة عن بعض. ففكرة برا الصندوق أن الأستاذ محمد رحيم، دي أغنية تبع الأستاذ محمد رحيم وهو اللي فكر بيها برا الصندوق، وفكرت بقية الألبوم كله برا الصندوق. برا الصندوق غير كل اللي عيوني شافته، لو غبت ثواني بعيد عنهم بموت مشوق. وهالألبوم ضم 16 أغنية منوعين من حيث الكلام والألحان، ولأنه كان ملهم عبد الحليم حافظ فاختار يصور أول أغنية منه سمار عينه اللي فيها بعض من كلمات أغاني بصورة حديثة. على حزب ودان ودان قلبي أبوي راح أقول للزين للزين سلامة. ما خفت من هي التجربة؟ لأنه بتعرف لسه على الأغاني عايشة طبعا، بس هي اولا الاغنيه مختلفه ورتمها مختلف عن اغنيه عبد الحليم اصلا، لان هي فولكلور، وده فولكلور عبد الحليم استخدمه من اغنيه تانية يعني من اغاني تانية، وانا برضو عملت نفس الشيء ان انا استخدمت الفولكلور ده، حطيته باللغه العصريه بالشكل العصري بالمزيكا المختلفه الجديده عن الجيل القديم. وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ارجع يعني انت مو بس من طرف الجد عبد الحليم حافظ، كمان الجد الاقرب هو كمال الشناوي. مزبوط، بهذا عاصرته طبعا. عاصرته. طيب احكي لي، شو كيف كنتوا علاقتكم؟ لا علاقتنا كانت اولا قريبه جدا، كان بيقعد يحكي لي طبعا مغامراته مع شاديه ومع رشدي اباظه، والجيل ده كله كان جيل عظيم وكله بيحب بعض، والانرجي اللي هما بيدوها لبعض دي خلتهم كلهم ناجحين ومتفوقين. لانه كمان بعرفه لجدك وله معزه كثير خاصه بقلبي، لانه هذا اول انترفيو بعمله للصحافه كان معه مع الأستاذ كمال الشناوي. هو بيرسم بالضبط. أخذت هاي الملكة منه؟ لا أنا فاشل، أنا أصلا أنا بكتب وحش. أنا خطي وحش بصراحة. طيب شو أخذ منه لكمال الشناوي؟ ممكن الطول، ممكن الشكل شوية. الشعر ممكن، بس مش عارف ايه تاني بصراحه. التمثيل ما جربتش امثل بصراحه. لا جربت بالكليب مثلا، يعني على الخفيف كده. على حزب ودان ودان قلبي ابوي راح اقول للزين للزين سلامات. كونك ابن عائله فنيه هذا بيحط عليك سبوت اكثر، يعني بناحيه ايجابيه وبناحيه سلبيه، قد ايه هذا الموضوع ملبكك حتى تطلع ببرودكت منيح؟ انا بشوفها ان عبد الحليم كان في جيل مختلف عن الجيل اللي انا فيه، كمال الشناوي كان في جيل مختلف عن اللي انا فيه، الدراما في التمثيل اختلفت، شكل الاغنيه اختلف. المقارنه لو تحصل مع حد ممكن في الجيل ده، بس ما تحصلش مع الجيل القديم، لان هو ده دي حاله ودي حاله مختلفه، ده اللي انا شايفه. طيب بس انت فيك بتتغني مثلا نفترض بدار الاوبرا لعبد الحليم؟ ممكن لو في فرصه، بس انا برضو في النهايه انا عايز أغني نور وعايز أعمل نور، لأن عبد الحليم نفسه لو كان عايش كان هيغني عبد الحليم، ما كانش هيغني عبد الوهاب، ما كانش هيغني أم كلثوم. غدا في بيتي. هي حلوة على فكرة. طبعًا. بعض من ملابسه لسه موجودة مجرد. طبعًا. بتجربهم؟ بجربهم، بس هو كان عبد الحليم وصاير وأنا شخص طويل. وبكرة إيتي بالعربي رح ياخدكم مع نور الشناوي على عالم عبد الحليم حافظ.